رامبير وقف. ليش؟ شوفي براجي، أنا عملت شي لحتى هربتي من صالة الرقص هي؟ شو صار؟ ليش إجيتي لهون؟ شو عم تعملي هون؟ أنا عملت غلط. رامبير خليك عندك. عني رامبير، أنا لازم بعد عنك، بس أنت اللي قربتي مني. إيه أنت شو عم بتحاولي تعملي؟ لأني ما عم أفهم شو عم تعملي أبدا. أنا كنت عم بتأكد. بس تتأكدي من شو عم تتأكدي؟ الرقصة كان فيها حركات غلط، نحنا نزعناها، رقصتنا كانت بشعة كتير، نزعنا كل شي، كانت مو حلوة. الرقصة؟ أي رقصة؟ أنت شو عم تحكي أنت؟ وليش عم تتصرفي بطريقة غريبة؟ ماني عم أفهم شو صاير لك لحتى عم تتصرفي هيك. شوفي براتشي 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 براتشي، اسمعيني بس براتشي. لك براتشي شو القصة؟ شو صاير لك؟ عم ناديلك صار لي ساعة. أنا عملت شي طيب؟ قليلي تضايقتي من شي أنا عملته. أنت ما عملت شي أبدا. أي منيح، فكرت إني عملت شي غلط. أنت على طول بتتضايق مني. يعني أنت مفكر إنك ما عملت شي؟ هلا من شوي قلتي انك كنت معصبة، حكيت عن تعصيب. ماشي، روقتي هلا؟ انت منيحة؟ شو صار؟ احكي لي كل شيء، قولي لي شو عملت. انت عملت شغلة. طيب احكي لي شو يلي عملته معك انا؟ مسكت لي ايدي ولا شيء، ولا شيء. براتشي ما عم افهم عليك بنوب. من شوي سألتك اذا عملت شيء غلط وقلتي لي لا ما عملت شيء. كل يلي بقدر افهمه هو انك عم تتخانقي معي عن قصد، ما عندك ولا سبب كرمال تتقاتلي معي عليه. اذا انت قصدك اني عم بتقاتل، يلا مو مشكله، خلينا نتقاتل مثل ما بنعمل على طول، خلينا نتجادل مثل العاده، يلا خلينا نتخانق. كيف بدنا نتخانق؟ انت تطلعي على وشك، مبين من وشك انك عم تكذبي على حالك وعلي، مثل كانك عم تضحكي على مشاعرك. نزل التردد الجديد لزي الوان 11277، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.